سمعتوا عن الكنز الموجود في السعودية؟ لا لا، مو بالبترول، الذهب الأسود، كنز تاني في معادن كثيرة، ومكان هالكنز هو مملكتنا الحبيبة، وخصوصا في المنطقة الغربية والشمالية. ومن هالمعادن الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والألمنيوم والحديد وغيرها. وعشان ننمي هالقطاع بدأت المملكة خطوات جادة، مثل بناء مدينتين للتعدين في وعد الشمال ورأس الخير، وتفعيل قطار التعدين بينهم. من أهداف رؤيتنا تنمية قطاع التعدين، بحيث يمثل بعد تنميته حوالي 250 مليار ريال من ناتجنا المحلي، ويوفر أكثر من 200,000 وظيفة. تنمية هالقطاع تحدي كبير من تحديات رؤية المملكة 2030، وعشان كذا خصصت الدولة حوالي 15 مليار ريال لتمكين القطاع أن يكون الركيزة الثالثة للاقتصاد، وتكون المملكة من أهم الدول المنتجة والمصدرة للمعادن.